رجعنا لكم من جديد في زون ميكس والتحق بين ضيفنا اليوم الناطق الرسمي السابق للنادي الافريقي كمال بن خليل. كمال اهلا بك. اهلا وسهلا سلام مرحبا بك وبالساده مستمعي اكسبريس اف ام. وخفت علينا شويه مش عوايدك. والله مستانس منظم. مستانس منظم اليوم عملت حاجتين، دابور اللي صار مع جماهير النادي قعدت شويه مع الاستاذ تومي بن فرحات، واثنين سيركولاسيون ما كنتش تخيبها هك. مستانس نجيكم من تونس اليوم، جيتكم من مرسى برشا سيركولاسيون. مش مشكل. حكيت انت على اللي صار اليوم، شنو رايك في اللي صار اليوم؟ مشيت انت صار اليوم ولا لا؟ مشيتش خاطر انا كنت في التزام مهني، داير مازلت كي كملت التزام مهني نتاعي، لكن كنت باتصالات بعض الاتصالات الهاتفيه بعض الخيان في محاوله ل تهدئة الوضع، واعتقد انه توا لقينا معناتها الوعد اللي صار انه في الدقائق القليله القادمه سيقع اطلاق سراح تقريبا اغلب الموقوفين. تقريبا 70 هو تم ايقافهم اليوم. اي لا كلهم تقريبا سيقع اطلاق سراحهم، هذا اللي تاكدت منه توا. بون هو امر مدان ديما، معناتها استعمال العنف امر مرفوض في كل الحالات والاحوال. انا ما كنتش حاضر، لكن من خلال الشهاده نتاع صديقي وزميلي الاستاذ توبي بن فرحات يقول لي انه كان ثم الحقيقه استعمال مفرط. اي كان معنا بالتليفون. كان ثم استعمال مفرط للعنف، هذا معناتها بون خليهم الجماهير تخليها تعبر على روحها، معناتها ما فماش علاش. فهمت، تقعد ساعه ساعتين ثلاثه عشرة هي حره، فهمت حقها في التعبير وفي التنديد وفي شنو صار. تند اللي صار اليوم العباء اكيد يساندهم، هذا حقهم الطبيعي والدستوري والكوني، معناتها في انهم يحتجوا سورتو بعد اللي صار البارح ولت البارح. معناتها فهمت باي استاذ، انت كنت قريب برشا من عبد السلام اليونسي، كنت قريب برشا من الهيئه. اليوم ظهر لي وقفه الزنقه للهرب، غليان كبير في الشارع. هل عندك الجرأة اليوم باش تعطي حقائق للتاريخ، تكشف اللي صار الكل في الفترة الماضية؟ إذا حبيت النادي الإفريقي ماهمش فاهمين شنو صاير برشا في داخل الكواليس نتاع النادي الإفريقي، تحط كل حد قدام مسؤوليته وتكشف في الحقائق للتاريخ اليوم. والله اللي عندي نقول، وأنا قلته ديجا في بعض التصريحات، وأي سؤال معناتها عندي عليه إجابة تأكد اللي راني باش نجاوب عليه، دبور لنفسي ثم للتاريخ ثم لجماهير النادي، معناتها لأنه بالحق معناتها رانا نقول لك حاجة، راهو مثلا شعور لا يوصف اللي قاعد مش نعيشه توا انا يعني على النادي الافريقي، شعور ما يتوصفش، معناتها شنو عايشه النادي توا. كنت نتفرج في المباراه معناتها على التليفون نتاعي، عين على الخدمه وثلاثه عينين على المباراه، ومفجوع على هزيمه اخرى، معناتها موجعه. واعتقد انه طريق الحل يبدا بالمصارحه وبقول الحقيقه. فما تواصل مع عبد السلام اليونسي اليوم؟ جمله. حتى تواصل؟ جمله. من اللي خرجت ما صارش حتى كونتاكت بيناتهم؟ اخر تليفون بيني وبينه 27 نوفمبر قبل ما نستقيل بنهار، ولا 28 نوفمبر. التليفون هذاك سبب الاستقاله نجم يكون؟ اي هو القطره التي افاضت الكاس. شنو حكي له فيه؟ معلومه غالطه. نتاع الكاميرونيين، معلومة غلطة أنا قلتها على مواج إذاعة أخرى. من بعد من غدوة المحامي البلجيكي قال لي ديزولي، خرج بيان يكذب فيه المقولة نتاعي. ما عجبتنيش الحق، لأنه عم ناول صارت مرتين ولا ثلاثة الحكاية هذيا، دونك قررت أنه زايد معناتها. ما لمكشش على الاستقالة ولا حاجة؟ ولا جملة، ما عودناش حكينا معناتها، من نهارتها ما عودناش حكينا. باهي، نجم نقول وانت مثلا وسامي المقدمي تحطيتوا في الواجهه، سامحني في الكلمه، اعارك بكم عبد السلام اليونسي قدام الاعلام. نجم تقول اي نجم تقول، وهذا عم ناول انا قبلته، قلت بتاتر معناتها ثم واجب التحفظ، وثم اني كليت برشا سبان عم ناول ومعناتها وتعرضت لوابل من الشتم والسبان من جمهور عدد لا باس به، ورغم ذلك سكت وما حبيش نتكلم، وقلت بون لانتيري دو كلوب معناتها ما نخرجوش. ما تعرف اذا تكلمت يقول لك خرجت الغسيل، واذا سكت يقول لك انت بيك وعليك. عم ناول جي بريفيريني نسكت سنا لا سنا لا، لانه من الاول معناتها رجوعي كان اساسه انه اللي صار عم ناول ما يتعاودش. فلقيته تعاود، دونك قررت اني ما نسكتش. باهي، تطويرات كبيرة في الجمعة هذه، عبد السلام اليونسي يعلن انسحابه ثم يتراجع يبدو انه على الديسيزيون هذا. انت كيفاش تقرا ساعة الانسحاب؟ والله انا ايش نقول لك حاجة، انا من الانسحاب من الناحية القانونية ما ثماش راهو حاجة اسمها انسحاب، معناتها
ثم استقالة. بي ما نحكيوش قانونيا، نحكيوا على الاقل في تفكيره هو كان يخمم في الاستقالة. حتى هو لا ما خممش في الاستقالة، حتى هو ايضا قال البارح حتى في تصريح في موزايك قال اطلعت زميل عبد السلام فيفا قلت له قول لي انا باش ننسحب، يبدو انه تراجع. لا باش ننسحب وقتاش؟ ما هو هذا الاشكال. وقتاش؟ قال لك ننسحب وقت اللي يجي شخص ينجم يوفي بالتعهدات، وقت اللي شيكاتي اللي مسايبين ناخذها، بون هذا حق. فهمت؟ دونك باش ننسحب كي تشوف الزوج شروط هذوما دونك سافا بروندر دي موا دي موا. فهمت؟ معناها ما خممش في الانسحاب حاليا. انا حسب ما نعرف عبد السلام هو لا يفكر في الانسحاب، وباقي عنده في مخه اللي هو ينجم يصلح الوضعيه. معناها ما كانش باش ينسحب الاسبوع الماضي واللي صار الكل معناتها نجم نقول امتصاص غضب الاحباء شويه. لا هو بتاتر كي الاسبوع الماضي تصاعدت معناتها الاحتجاجات وبعد الاعتصام واللي صار الاعتصام بتاتر معناتها تلقاها ترجشي شويه. وصار انا حكيت مع الاستاذ عبد الله الجلالي اكد لي انهم حكاوا في الانسحاب معناتها، وحكاوا في اللي قالوا عبد الله قال لي راني كله قلته على اساس اتفاق مسبق بيني وبين عبد السلام. البارح سمعت وانا الرئيس يقول لك انا ما حكيتش معاه في الصونس هذايا ونخمم، لكن معناتها شو اعطاه شروط، دونك شروط هذوكم انا رانهم مستحيلين ما يتحقوش. اللي هما يجي شكون يوفر ما فماش شكون باش يجي راهو. لكن الجمهور اليوم مش قابل عبد السلام اليونس. هذيك المشكل راهو نحن اليوم جينا بين المطرقه والسندان معناتها النادي الافريقي. هذاك علاش انا نقول الحقيقه معناتها تقولوا متشائم ولا مش متشائم، النادي الافريقي اليوم وضعيته خايبه برشا 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 برشا. ما ثم حتى حد انا راه ماديا اخزر، ثم ناس يقول لي الكلوب فلوسها فوقها. لا صحيح توا لا توا لا توا النادي الافريقي يلزمها واحد يجي يدخل يده المكتوب ويحط 14 مليار ولا 15 مليار. شنو تتصور باش يصير في الايام القادمه؟ الرئيس يبدو انه شاد صحيح في الديسيزيون نتاعو، الجمهور ما عادش قابل اليونسي، شنو قراءتك الايام القادمه؟ باش تزيد تتازم الامور اكثر. انا نتصور انه الامور باش تزيد تتازم سيرتو بعد اللي صار اليوم وتصاعد الغضب والاحتقان زاد كثر، نتصور انه معناتها الامور باش تزيد تتازم. حسب معرفتك بعبد السلام اليونسي معناتها يبدو انه ماشي في الصينيه هذيك، ما فماش حتى نيه. عبد السلام راهو يجي نقول لك انا قربت منه بتاتر نجم نفهم كوتي فيه ما يفهموش الناس. عبد السلام دون ساتات صحيح ومش غلط. فهمت كي تحكي معاه؟ حكيت معاه انا معناتها برشا مرات في مخه اللي هو صحيح مش غلط. داير قالها البارح، قال لك نحي ملف الكاميرونيين انا فاش غلطت. قالها البارح سمعت. قال نحي ملف سيدي، قال تو نخلصهم انا معناتها كانهم قال تو نخلص والاخرين. انت دبيت برشا، انت دبيت غلطه برشا برشا مشكل الكاميرونيين برشا صحيت. اي لا لا فما حتى انت دبيت ناجح اللي عامل باش تفهم هو كيفاش الغيزون. قال لك انا نحي الكاميرونيين فاش غلطت معناتها يعتبر نفسه ما غلطش، وهذا الاختيار معناتها، وهو هذا اللي خلاه يغلط. خاطر انا واحد من الناس مانيش توا باش نشكر روحي شاكر نفسه يقرئكم السلام، اما سامي هاو موجود وعبد الله موجود وبرشا موجودين. احنا كي كنا نقعدوا مع عبد السلام ما كناش نقولوا له راهو صحيت وعندك الحق، راهو كنا نقولوا له راك غلط. اليوم عبد السلام اليونسي يتحمل وحده مسؤوليه في ملف الكاميرونيين؟ من الاول لا، من بعد بدايه من نشر القضيه من طرف الزوز ملاعبين هو اي، اما من الاول لا. من الاول شكون؟ من الاول الحقيقه نتاع ربي معناتها زاد للتاريخ معناتها نقولها ونعاودها، راه مجدي الخليفي ما عنده حتى علاقه بالملف هذاك. لكن الظروف الصوره معاهم وقت خاطر وقتها النادي الافريقي ما عندهمش وين يجتمعوا. مشاو البيرو مشاو البيرو مجدي. مجدي الخليفي هو اللي قايدهم في التي ام اس، وهذه تقريبا النقطة اللي وقفت النادي الافريقي. كيفاش تقول ما عنده على جلبهم؟ لا 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 نحكي على جلبهم، ما عنده حتى مسؤولية في جلبهم. واش صار؟ تحب نحكي لك على الملف بسرعة. الكاميرونيين جاوا اترافير ان اجون واللي تكفل بهم في تونس وهزهم وشاف لا نيغوسياسيون دو كونترا هو عضو هيئه مديره خليل محجوب، ماهوش مجدي الخليفي. بعد ما وقع خليل محجوب هو جابهم الكاميرونيين؟ لا وكيل، ثم وكيل جابهم، لكن اللي حكى معاه اللي نسق من الهيئه المديره هو خليل محجوب. وقع مضى العقد هذا انا عرفتهم بعد، انا وقتها مانيش معاهم مانيش عضو مانيش ناطق رسمي، انا جيت بعد فيفري. دونك وقتها هو اللي عمل مجدي الخليفي هذه الغلطه نتاعو اللي حكيتها انت، انهم بمجرد مضى العقد فمشى يزرب في ساعه ولانساهم في التي ام اس. وهذا كان برا سالو قال لك انا بون جو لي في دو بون فوا. انا سالته علاش زربك مازال قدامك شهر كامل
جزربك ومسؤول في خبرة مسجد الخليفي تقريبا. خاطر هو خلينا نكمل لك سؤال سي كمال. منذ سنوات في النادي الافريقي حتى تقريبا كان بحضية المحامين اللي رافعوا قضية في لجنة مكافحة الفساد، إذا قلت لك مسؤول في خبرة مسجد الخليفي ما يغلطش خطأ كما هذا معناها؟ راهو هو لا كاليفيكاسيون في التي ام اس ماهيش خطأ. مش خطأ. إذا كانت مكاليفيته قبل ما يعطيك الأوكي عليه لونترينور معناها. إي هاني قلت لك ما هو هذا. إذا كانت تكاليفيه وبعد تحية بجمعة شنو؟ هذا الإشكال هو خاطر ثم اللي موجودين وقتها عطاو الفيفير. كي جا جوزي ريغا هو اللي ابعدهم راه. شكون موجودين وقتها؟ ما نعرفش شكون وقتها. وجوزي ريغا اصلا كيفاش ابعدهم؟ هما ميم با عملوا سيونس دونترينمون. لا 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 خلافا، لا عملوا سيونس دونترينمون في حمام بورقيبه، هما روحوا من حمام بورقيبه. ثم كلام مش صحيح راه. هما مشاو. اي نعرفوا انا ميم با هبطوا. لا 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 مشاو لحمام بورقيبه وجوزي ريغا شافهم قال لهم شنو هالكارثه هذي هز علي. ما قبلهمش. باهي هذا الخطا الاول اللي صار، تحمس ويدو خلينا محجوب. لا جيب، انا قلت لك شكون نيغوسا مش خطا، هو جاب جا جون. اذا كانت ولد في ملاعبيه قيدهم وبعد اللي قيدهم هو مجدي، هاني قلت لك معناتها هي تسلسل الاحداث، جا وكيل الاعمال هذا صاروا نيغوسياسيون تكفل باخر المحجوب صار هو ظهر لي كوميون نتاع اخطاء الخطا كيف الاخر عمليه الفسخ نتاع الاخطاء الاولانيه. الخطا الكبير الاولاني هو التسرع في انهم في تاهيلهم عبر المنظومه ذيك. مازال عندك ان لابس دو تون، كنت تستنى هذا الخطا الاولاني. تستنى عندهم شكل سيرتيفيكا وكل شيء. الخطا الثاني هو عند نشر القضيه من طرف هو لا عند اجراء الفسخ، كتب الفسخ. لانه هما وقت جوزي ريغا قال ما نقبلهمش، يا رسول الله هز تليفون كلم كمال بن خليل، كلم تومي وقتها، تومي رئيس لجنه الحبيه معناتها، تومي وقتها مازال الشهر الاولاني. سي كمال هنا انت كنت بحضية في حصه من الحصص وقلت عندي كتب الفسخ والكلوب باش تربح القضيه، وشفتوا كتب الفسخ وامور مريقله معناها. لا 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 انا وقت جيتك وقتها ثم الكتب الثاني اللي من بعد مرمى بالتدليس، ما خليني تو نكمل لك انا. قريت كيف لحظه برك، لانه هو صار من الاول كتب، الكتب اللي صار الاولاني ماهوش فسخ. مكتوب فيه بالضبط نترجم بالعربيه اني الممضي اسفله فلان الفلاني اصرح بعدم رغبتي في اللعب في النادي الافريقي. الكتب هذاك ما اعتمدوهش كي شافوه من بعد، شنو هذا؟ مش قانونيا ماهوش فسخ. ديجا وقتها الملاعبيه قصدوا ربي. صار الكتب الثاني اللي نحكي لك عليه الذي اتضح فيما بعد انه مش صحيح. اللي عملوا كيف كيف خلينا محجوب. لا ما نعرفش شكون عملوا. شهاده لله ما نعرفش شكون عملوا، اقسم بالله نحلف لك بالله ما نعرفش شكون عملوا. الاول شكون عمل؟ الاول عملوا ويقولوا معناتها في الاداره نتاع النادي الافريقي، ما نعرفش موظف ولا موظفه. في سميت خليل محجوب ولا؟ لا قلت خليل هو اللي جابه. اللي جابه. هو اللي جابه. باهي علاش ما شكاش عبد السلام اليونسي في التحقيق؟ هاني باش نقول لك انا، دونك لهنا نرجعوا، قلت لي انت عبد السلام، هنا نقول لك على عبد السلام، وقت لي اللاعبين روحوا والمحامي نتاعهم شافك الوثيقه ذيك قال سي دو نامبورت كوا، دونك رفع القضيه. وقت لي النادي الافريقي نازعت، مشى هو مباشره الرئيس. شنو صار من بعد؟ من بعد جاوا هكا المكتب المحاماه. مسيو اندرا شنو وكومباني الكاميرونيين الذي اتضح فيما بعد انهم ما همش محامين وما همش مكلفين من طرف اللاعبين. تحايلوا على عبد السلام اليونسي. كيفاش هذوكم تحايلوا على عبد السلام اليونسي؟ وعندي حتى الوثيقه. هل عادي عبد السلام اليونسي بالخبره نتاعه في التسيير قبل يتحايلوا عليه بالطريقه هذه؟ ها هي الوثيقه موجوده. الوثيقه موجوده نجم نوريها لك اذا تحب. هاي. الوثيقه هاي عندي معناتها كونفونسيون تريبارتيت بين الاطراف، فهاي الوثيقه، هذه وثيقه هذه واحده منهم، هذه العنوان نتاعها هو مش مشكل سي كمال قول لي. دونك هذيا كي جاه المحامي الكامروني الالماني وتقدم لعبد السلام وقال له انا نمثل لاعبين، عملوا هالكونفونسيون هذيا نتاع الصلح. انت ثبت ما بقاش تثبت، طلعوا جماعه هذوما متحايلين. انا وقتها هو فوت على روحه وجال الاستئناف تاع القضيه. ما عادش ممكن تستأنفها. انا وقتاش قلت له عبد السلام ومانيش في الوقت، انا ديجا خرجت. هذا بيدي نقطه استفهام، علاش فوت الاجل نتاع الاستئناف؟ خاطر في باله هذايا الكونفونسيون الصلح هذايا، يقول لك فاش قام نستئناف وقت اللي انا عملت صلح. فهمت يقول لك انا عملت صلح فاش قام نستئناف. انا قلت له برشكي صب شكايه جزائيه، صب شكايه جزائيه ما تصبتش في تونس. هو يقول البارح سمعت وقال البرة تصبت. البارح وين سمعت هالمعلومة؟ لكن العبرة في تونس، صبها لهنا لأنهم هما جاوا كل تونس، هذا هالمحامي جا كل تونس والعملية تمت في تونس، ما صبوش الكتب. في قراءتك علاش مشكاش؟ ما نعرفش
يقول انه الفريق القانوني نتاعو قال لا لزوم معناتها. هذا علاش انا لهنا كيف كيف العباد اللي شكيت لجنه مكافحه الفساد اعتمدت على هذا في انه مشكل زاد. اي يعني قلت لك انا برشا وانا علاش رجعت له، انا علاش رجعت له عبد السلام كي رجعت ناطق رسمي قلت له شرطي الاولاني انه ملف الكامرونيين يتسكر ونجحنا فينا نسكروه. نجحنا كي عملنا انا وسامي عملنا الكونفنسيون هذيك بيننا مع المحامي البلجيكي وامضى عليها عبد السلام وامضى عليها المحامي، انا نسمى روحي نجحت. من بعد هو ما التزمش. علاش ما التزمش؟ ما عندوش فلوس، ما كانش فلوس. لانه ثم شكون قال له لا باش نربحوها القضيه كالعاده. قضيه التزوير. اي القضيه باش نربحوها. معناتها وهذا اللي يهبلك في عبد السلام. انا قعدت يا ولدي راهو ملف مسكر انا باش نخسروه. اخسر وفارق وقول ما الله راحه. دو طون بلوس اللي يلزمك تخلص باش ترفع المنع. طيب البارح يقول عندي كيب ناسيونال، اي كيب ناسيونال جايبها اش تعمل بها؟ فهمت؟ دونك هذا اللي هبلني انا. عملنا لك الكتب الكونفنسيون صححت فيها انت وبعثناها للمحامي صحح فيها وفيها الديلي وقلنا لك يا بشر ولو 26 شكون اللي ينصح فيه؟ شكون اللي يقول له اليوم ما تمشيش في التفاهم؟ والله ما نعرف شكون يقعد معاه تو صدق انا خاطر انا حكيت انا والكاتب العام قال لي خويا ثم شكون نصحه؟ قالوا لا. ما عندكش فكره شكون؟ ما قاليش ما حبش يقول لي سامي. ما قاليش. باهي اليوم دونك ماهوش يتأهل المتدربين الجدد في قراءتك لحد انا في قراءتي ماهوش خاطر البارح قال ما عنديش فلوس. كيفاش باش يأهل؟ وين مشاو الفلوس نتاع القطري؟ قال لك قعدوا منها الترونش الاولانيه 5 مليار دولار و 400 ومشاو في هذوما الملاعبيه. معلومه عندي زاده ماهيش مؤكده. معلومه عندي انهم الملاعبيه ذوما الاربعه ولا الخمسه الجزيريه بينهم وبين الفرق نتاعهم في حدود تقريب زوز. اي وانت تجيب ملاعبيه وما يتاهلوش هذا هو هذا مش فساد؟ هذا هو السؤال. توا انت جبتهم بالمنطق، انا الدبوزه هذه حطيتها لي باش نشرب منها، انت الملاعبيه جايبهم لواه ما باش يلعبوا ولا البارح نسمع فيه دخت في امري قال عندي كيب ناسيونال كان لعبوا. هي فاش تعمل انت؟ انت كرئيس نادي فاش تعمل؟ ما اهلهم وباش تاهلهم لازمك ترفع المنع، وباش ترفع المنع لازمك تخلص. سيغتون الكلام هذا قاله لي، قال لي باش نخلص قبل 7 ديسمبر. تذكر البطوله كانت باش تنطلق 7 ديسمبر. في قراءتك مش باش يتاهلوا الملاعبيه؟ لا ما مش باش يتاهلوا. انا مأيس ورفعت ايدي من الحكايه هذيا الا في حاله واحده، هو اللي تفكيري الخاص قاعد يستنى في الترونش الثانيه نتاع القطريه جي. الترونش الثانيه نتاع القطريه جي ومع الفلوس اللي قاعدوا زوز ونص مع مانيش عارف شنو منها ترا غوشيا دروات يكمل زوز اخرين ويخلص. ولو انه قاعد ينتدب مازال الايامات هذه به مازال باش نحكيو فيها الموضوع. الاخبار مع فدوى تركي بعد راجعين في زون ميكس حتى للخمسه.